بشار سلامات. والله ما في تبريد، شوف يا باح، شوف الاطار كولر تبريد عاطل. حول على البريز على السريع. حتى لو ماكو تبريد تعال اطلع. يقول لي عادي حتى لو ماكو تبريد ما اطلع بهالحر. يا اهلا وسهلا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم كنا مقررين نروح للمكسيك بسيارة بشار، بس اعتقد التبريد عاطل، وبشار قال لي لا خلينا نروح وتبريد يعني عاطل. قلت له انت صدق تحكي بشار، الجو كلش حار. اليوم الفلوج راح يكون بالمكسيك، وراح نتوغل بعد اكثر بدولة المكسيك، يعني راح نطلع شوية اللي قدام تقريبا انسنادا مدينة يعني نسمع بيها بس ما شايفيها انسنادا. يقولون مدينة كلش حلوة ومطلع على البحر، بنفس الوقت راح يكون فلوج لطيف خفيف، فتابعوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. بشار، سؤال من احد المتابعين علقه على اخر فيديو من كنا بالمكسيك، انت عراقي لو سوري؟ واذا سوري ليش تحكي عراقي؟ انا سوري بس احب اهل العراق، والله مو بايدي. يا اخي غير انه شعب طيب، اكلهم طيب يا اخي. واحد يجيب لك جدر ضالمه ويقول لك فدوى اخويا واغاتي وعيوني، ايش تجاوبه؟ غصبا عنك تحبه. لا رحنا نحب اهل العراق كلش، بالذات انا احبهم هواي. مدينة تيوانا تبعد 40 دقيقة 28 ميل. هذا اخر اكزيت، اخر مخرج بامريكا. هسه حاليا احنا دخلنا بالبوردر يعني الحدود، هذا اللي قدامنا. هاي شنو هاي الطسات؟ اوكي هنا ستوب، لازم نوقف لان هذا المدخل من هنا لما يصير لون اخضر احنا نطلع. شوف هاي الكاميرات، هاي اربع كاميرات طقونا صوره للسياره. هاي هسه احنا دخلنا للمكسيك، اول ما ندخل نلقى هاي القطعه مكتوب 10 كيلومتر، يعني السرعه 10 كيلومتر. اعطيني مجال جعفر، انا اقترح انك تنزل الجامات. لان انا مظلل. اي شوف هذا الجندي واقف هنا امونغاس، هذا جندي امونغاس. شوف هنا جماعة يوقفوهم يفتشوهم، يعني اذا يشكون بيهم او يشكون بالسيارة خلوهم على اليسار. هنا أنا هذا التو يعني ستوب ساين، هذا ستوب. وهسه احنا ويلكم تو مكسيكو. هذا اللي قدامنا يشتري الومنيوم، يشتري شغلات يعني تعبانة قديمة حديد ما اعرف، بس احنا ظلينا ورا. يا مونغاس اتحرك بشرفك، اطلع عنا موتي الومنيوم. سنينو منينو اوتشو مونو. هسه وصلنا للباركينج. شنو فيك تخليها جوا تحت الفي؟ وانا هذا اللي اقترح تخليها تحت الفي، هذا افضل مكان نوقف به السياره بالفي. اخر فيديو نزلته مال المكسيك احد الاشخاص معلق كاتب انه على اساس اني نايم براس بشار، هو بشار راح يدفع، وهذا على عنادك بشار. عازمني على شنو؟ على ايس كريم. ليتس جو. دولارو احنا ما جايبين ويانا العمله مالتهم، عندنا دولار، فهسه راح يقسم لنا اياه يشوف ايش قد. اوكي 7 دولارز 7 دولارات، يلا ادفع على السريع. العطور هنا جدا رخيصه، يعني تخيلوا هذا العطر وهذا اصلي، سعره ايش قد يطلع بشار؟ هذا تقريبا 5 دولارات تقريبا. هذا اوتو زون على طريقنا، خلينا نشوف اسعارهم. وبشار هم يريد يشتري مال التبريد الغاز. اوكي 25 دولار تقريبا، راح يصير 32 دولار. لا الوحدة 30 تقريبا. About 65 دولار فور 65 دولار فور بوث. ليش لقيته هناك؟ هنيك؟ ايه اكو عندهم نوعيتين، اكو نوعية ب 70 واكو نوعية ب 120، بس هذا بقول لك اذا اكو ليك. هذا ملمع مال دشبول 2 ب 159 دولار بس بالعمله مالتهم، يعني هسه قسمتها تطلع ب 7 دولارات، يعني الواحد ب 3 دولارات ونص. هاي المناطق الشعبيه اللي بالمكسيك، ما اعرف هسه احنا وين. وقفنا هنا بهذا المكان لانه هذا المكان يبيعون به تايرات مال سيارات، وبشار جاي يدور على تايرات 2 مستعمله او جديده. بامريكا ايش قد دورت على هيجي مكان
مال تخم مثلا اذا مشقوق او كشن مال سياره يعني يعيدون ترميمه مثل ما تشوفون هذا شلون دي يسويهن. فراح اخذ العنوان مالته يجوز بالمستقبل راح احتاجه سيارتي. وهسه وصلنا لمدينه انسناده، هذا وسط المدينه بعد ما خلينا السياره بالجراج. احد المتابعين قال لي جعفر حاول ولو دقيقتين او ثلاث دقائق من الفيديو تصور بالجو برو وتتجول، لانه هذا الشيء حاسسنا كانه احنا موجودين بالمدينه وجانا نتجول. فنقول وداعا للسوني زي في 1 ونبدي بالصور بالجو برو. اللي يعجبني بالجو برو تعرف شنو؟ العدسه مالتها واسعه، يعني تصور لك كل شيء، تصور لك كل شيء من اليمين الى اليسار، يمين الى اليسار. ولا لا فعلا يعني الفيديو يكون ممتع. هسه دول قاعدين ياكلون مع زمونة. طبعا هسه هاي المنطقه تعتبر راقي. شوف ترى خلي بالك كره ستايلات قديمه. ها شوف هاي ملابسهم، هذا هو الزي مالتهم هيك يعني ستايل قديم حلو. هاي هذا محل تيشيرتات وجواكيت ودنيا مريان. انت هسه همين راح تصير من جماعه امونغاس؟ كلها تحضير امونغاس. طلع عبالي محجبه. ابي شاك نصعد بهاي؟ يلا نشاك. ما اعلم جعفر والله. La ventona, compadre, de Culiacán, Sinaloa. Okay, okay. This is a password, right? Uh-huh. Okay. Is it a Bluetooth password? Mm. Is this one? No. MSA? Uh-huh, ese, uh-huh. اوكي لست هلا جيب عش هسه هسه اشوف الشغل لك. بشارك تدري بي انا يعني كلش احب الذره، يعني بدون ما تسالني تقول لي تاكل ذره. هاي ميرمان هي ايش خلت بيها؟ جبن؟ هذا الصوص ما نعرف شو. اعطيتها فلوس لو انطيها؟ لا لا سنيوره. هذا شنو هاي جالس سويته؟ والله ما هذا سبايسي هذا والله ما بعرف. شلون يريد يودينا المستشفى اليوم؟ انا من عشاق الذره. الذره بامريكا كلها تصير حلوه بس هاي مالحه صح بشار؟ ها؟ هسه راح تذوقها راح تختلف على مال امريكا هاي. ليش؟ مال امريكا الاذره مالتهم كلها حلوه. اي صح. هنا لا مالحه شلون مال العراق. اي مثل مال العراق. بس خلينا نشوف الميناء. هذا صار قدامنا الميناء. هنا نقيس اذا بيك خاف كوفيد. وين؟ بشار صار بيه تعرق لانه اكل هاي الذره وسبايسي سواها كلش حاره. تعرف انه بالمكسيك اكثر شيء مشهورين فيه السبايسي؟
اي لكن حطيت معلقتين انا فكرت حالي باكل سبايسي. شوف ايش صار وجهك، حتى حب وجهك طلع. يصدق بعد والله؟ اي اي انسينادا هذا اسم المدينة اللي احنا هسه حاليا بيها، مدينة سياحية او كلش حلوة. وهذا سجن، هذا سجن، هذا شنو؟ هذا بار سجن، هذا بار على على شكل سجن. شنو هذا؟ يقول لك اني اشغل الحديد. صح لك. هذا مثلك همين يلعب حديد. بس هذا دا يلزمك غير بشارة. هذا خشبك شايفه افقع يا بس لك. لا نزال نبحث على مطعم وسخ حاليا، نريد مطعم يعني اسوأ مطعم ويكون مطعم شعبي في هذه المدينة، بحيث ناكل منه نخبر البالانس منه. بس لا لاحظت شغلة هواية يعني سيارات اشوفهم يعني من كاليفورنيا ارقامهم، لانه تعتبر همينة مدينة حدودية والناس همينة يعني يجون. الو مين معي؟ هاي شنو هاي؟ بتوار. تفضل تفضل. عندهم هذا الشريم كلش احبه. اوكي تعال خطو. اوكي احد جيش دونيك هاي. لا والله هذا تعال تعال شوف. اوكي everything fried fish shrimp yeah ولدي شريم. انا احب الشريم بالنسبة لي. أنا أشوف أكو يمكن لسه علاقي أقدر من هيك. لا لا هذا كلش قدر يعني كلش زين. في أقدر. لا ما أخاف من معزلون لأن هسا يا دوب جاي تعزل أمون قصاي. أوكي. شو؟ أوكي. Un moment please. Inserted to drink my beer no license for alcohol only sodas. What? سودا بس عندهم سودا. أوكي that's cool. Coke, orange. 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 Yes. هاي جابونيها شنو هاي؟ هاي الزلاطة مالتها؟ طبعا انا همزه ما قعدت بمكانك لانه متاكد، لانه متاكد اذا قعدت بمكانك وهذا قدامي الورايه ما راح اقدر اكل. هذا الشرمب الجابونيها اللي هو الروبيان ويا زلاطة وهذا السوب همينه. ها بشر شنو رايك؟ انت كلته قبلي طيب؟ كلش اول مره بحياتي اجرب اكل. هذا الميراندا مالتهم او عصير برتقال. صحتك صحتك ابلع. هاي اول مره ناكل بمطعم وبشار عجبه يقول طيب. هذا الشرمب مالتهم فشي رهيب. اول مره يعني انا اكل سي فود ويعجبني كلش اسلوب هذا الشرمب رهيب كان كلش. طبعا اسعارهم هنا يعني كلش رخيصة يعني هذني اثنيناتن صارن $28 يعني ويا بيبسي ويا خبز ويا زلاطة والقعدة مال المطعم، فيعتبر هذا المبلغ يعني جدا ممتاز بالنسبة للمطعم على مقارنة يعني أنا أحكي على أمريكا.